شاليد الصومالي ده قبل كوهاي يا حفلة تودوين يحق وريسي اسمي حلبان علي الدعالة او لغسو دورتو قبل كنوفي سكود يا دلغة كندا حفلة دانو يسوى بابلين اورور كالسابق وحاكسو قيب قلي سفيرك دولة الصومالي وفدي قرامة ده مدبع بكر عثمان ابو كربالي حلبان اسماعيل محمد علوما قناعستو وحقر دي ولي بقيبها بلوشدا إنت بدن دادكي كهالي وحي حلبانكا كتل مامين شخصي لها دباعاته قابينيد يولي با شخصي شخصي دي سو اي واناك سنتهاي ايوغو تسوالا او سوقاتي انو كسو بحي قبل اي سومالي دو آدو قو يرتهاي يولي با انو اها شخصي سو سميي اديك بلشو يساقو او سو نقضي سرقال دنك دردن ميسكا كاترسان حفلة قبا قبا دينا وحا قوب تسو قاريح حلباند منيرا عبدالله يا شيخ عبد الرحمن بشير حفلة دينا وحا يودا عدس een aliyada ma sintay damaantiin sida quruxda badan iyadoo shambari oo hal dheya laga imaaday maalintii habeenimada sanday aad tahay inaad een sidaan quruxda badan aad uga soo qayb gashaan xafladan een hadii aan een la socodsiyo waxaan ku soo dhaweeynaa een walaalkeen xildhibaan Cali Ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Nova شاريا كندا نافا سكوشيا على حلبا على الدعاء لو كنت تسيني هاي أقل كوكيلة نافا سكوشيا دولة كندا سدوا كلا وحاو وحبيك يا هاي نافا سكوشيا ليبرتي بارتي على الدعاء وحاو وكم دها أفر قف أو ضد كمدو أما كلا كأه ولا دورتي لابدي كون يكوي لاتنكي قيدا هان تلك اسكنة دورشوي كي كان عضي واني سومالي اح تبعا الحكم دي هاي سومالي الالكتروسكا اح الاغ دورنا يدافع عالم ان عبدو عالي سيدوكالي وحا وكسو شقيي واحدة قيبتا ان دبدمسكا دقمدا هالفكس فاير ديبارمنت وحا وكمي دا ممبر اوف هيومن ريسورس I'm Federal Affairs Committee and Sheriff Benota Hai and you are called like Megirina, your Maga community, Ohio, in a sort of way, no master team. Intercadim and Waharna Kulunken in the Heralikanoglo, Wahana del Salama, Waharna in a noise has in a cold Kilahi, you call Mother Darana, Wahara in a Uyaro, Sheikh Abdullahi or Same, Sheikh Farid Fadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو روحان آخرين يا آيات القرآن كبعدنا إن شاء الله تعالى دردارا يلقوا فرض كفاية ما دام عن سقو ضد مسلمة أو ماشان سقو جميد عن النهاية إن عن خصوص إنه فرض كفرض كفاية ده إلهي ضدك وأمري هدي ضدك إسلام كامل سقو جمادان إن إس خصوصيان الله هذا عبسي إس خصوصيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر أيضا القرآن كان تحسن وقد بهيا ولا ليال وحانونا هيداد مسلمة ميل السقو يمد فرض كفاية نلقربا إن أنس أمرنو قف والباء وعدنا غمدا وميشان جوغا إلا أياك بقو قف والبو وات سعوتا ودى لغوشوغا قف بمالين بو ترينكاس كدقايا قف والبنا حسابا كهر ريسا حاسبو أنفسكم قبل أن تحاسبو قف والبو نفتا دا حساب انتان لغو حسابين كهر محاد سوامرتاي محاد كهر ريا أيا قف والبو تالا قف والبو وديار قرو مالين مالمها كميدا إن الدنيا دان كتغيسو oo xisaab ka horayso waxaanu dardaarana qof kasta oo aqli leh oo waan samayay
كل هذا مسلم بان روح كلو عن سقدر دار من مجرته قفل بالتوحيد كيسة سلال ديسة إلهي سينو كحرمو تفرارق بدن بجراء انت اتكور غبطان دينتي والوصو على الشيكتي ودن كي قديه سينا واللغو على الشيكتي واد مغليسان ان لو اول اولين هايو ان جنسي يا مقعيسي لغاها الله هايو مدان ان شوغنا وركي ده بدا ميل والبوغاق بالالو اردهيا أي وح كقرين يهين داد كينا داد هوري وح أبرتي انت بدن ماها قفل بو إلمها غير نفط هذا بوحد كالد داشا بوغاق تان ودن كاللغسو ياعيي ومساجد دي اللصور ديغي مساجد دي بوغاق ياري راساس لوسو دادي عدنا ما فيرين اسا قفل با انتو فيريو اسكا آخرين هيا من أيوغا دادكو وحا كوهوس قرصون أنو كد دالنا إلمها ياري الكادد كان واوين انت بدن laga milli xin karo wadada laakiin dadka loo socda waa dadka dhalinyarada oo soo korayaa oo masaajidda iyo meelaha malcaamadaha jooga aan isku dayna in aan dadkaas badbaadino ilaahayna aan u barino qof walba oo adigu reerka aad joogtid oo hoggaankiisa yaan lagaaga hormarin waxaan warkayga ku soo gabangabeynayaa xafladan insha Allahu ta'ala xildhibaanka noo yimid وسود وينينا وسود ويني إن شاء الله تعالى مش وكيم إلى هيا صور نبدها كويلي درجة وهذا كهيا يمد كسي وينا إلى هيا هجر سيو أو كرها وصعدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم نحن على ذلك من الشاهدين. جزاكم الله خير الشيخ فضيلته الشيخ عبد الله وحنا با ان سيتوسا ان هذا وينو ادمنت ان حفله دفرنو ان طبعا حفله دان وحا سوق مقابيه ورر سياسي دنيراه او كجرا مغادا كولومبس سابق سومالي امريكان بوليتيكال اكشن كوميتي ان سيدو كاله كسكو ان مرت شرفكا ان كينو سبيكر تمايد نو جوغا علي ابراهيم دعالي حلبان علي sidoo kale waxa xafladda aan sharafnaa inuu gala soo qayb galay ambassador-keena ee dawladda Soomaaliya oo fadhiya UN-ka ambassador Abubakar Osman Abubakar Bale ee sidoo kale waxay nala joogaa ee xildhibaankeena Soomaaliyeed ee markii ugu horeysay xildhibaan Soomaaliyeed la doortay ah Ismaaciil Maxamed sidoo kale waxay nala joogaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee حسن عمر حسن داري دد بدن او مغعي ميساني موقود له بعد ما انت هلكا فديه سدو كلو وحان اركا عبد القير صوفي وا اسغنا نين ان وشقيا ان سيريغا كولومبوس مايركا ان سوماليدن واخ بدن قبطا سدو كلو وحا اسغنا فديه قدوميها ان اوركن عبشاق شيخ علي يا دمان دد كلو مغي ميسان دمانتين وا ما سنتي سو دوال ان طبعا مركا waxaan rabaa inaan halkan ku soo dhaweeyo Cabsaaq Sheekh Cali oo ku hadla Afka Organization ka sii xafada noogu furo maasinteen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koowaad Ilaahay waa mahadis kale caawu halkan isugu keenay qof waliba oo halkan yimaadeena waa inuu ogaadaa Ilaahay noogu shukriyo naqaa inuu siiyay caafimaadka oo halkan ku yimaado in badan baan nasiibkaas yeelan marka taas horta waa inaan marka kowaad Ilaahay ugu shukri naqno marka labaad kulankayaga caawa waxaan aad uga mahadcelinayaa dhalinyarada saabaq oo soo qaban qaabisay xafladdan aan ku soo dhaweynayno walaalkeen xildhibaan Cali Ducaale oo ah xildhibaan aqalka wakiilada ee gobolka Nova Scotia xildhibaanku muddo maalmo nolo joogi doonaa haddii aan la yiraahdo waqtigaas uu nolo joogana waxaan isku dayi doonaa inaan wax badan aanu ka faa'iidno inta aanan gudaha gelin mawduuca xafladdaani waxaan marka koowaad jeclaan lahaa inaad ila wada ducaysaan in weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho in dad ehel oo saaxiib ah ay ku geeriyoodeen in Ilaahay intii dhibaatay uu naxariisto inta daawacana u booganayo dalkana nabad uu Ilaahay ku soo dabaalo
runaanta waa waxa looga naxo in maalin waliba Soomaaliya hawdoorkii ugu muhiimsanaa dadka Soomaaliyeed ay si fudud ay ku dhintaan taa marka aan ka gudbo kulankeena caawa waxa soo qaban qaabiyay Saabek Saabek waa urur siyaasadeed loona soo gaabiyay Somali Political Somali American Political Action Committee ururkani waxa uu taagan yahay waa sidii danaha dadka Soomaaliyeed iyo dadka Muslimiinta ee gobolkan iyo gobolada kale ka baxsan ee dalka Mareykanka loogu adeegi lahaa loogana shaqeyn lahaa ururkani waxyaabihii soo far oo qabtay waxaa ka mid ah in doorashadii hadda naga soo dhamaatay in dad ka mid ah dadkii ururkani u taageeray ay ku guuleysteen kuraas weliba ururkani wuxuu uga duwan yahay ururo badan oo Soomaaliyeed waa ururkan dimuqraadi iyo republican midna taageersanayn macnaheeduna uu yahay in mar waliba danta Soomaalida iyo dadka muslimiinta halka ay ku jirto ay masalixdooduna tahay inay ka shaqeeyaan waxa suurtagal ah mararka qaar kood in dad badan oo dadkayga ka mid ah inay xisbiga dimuqraadiga ama siinalaana u taageeraan ama xisbiga jamhuuriga siinalaana u taageeraan laakiin mar waliba anaga waxa muhiim noo ah musharrax inuu yahay mid danaha dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta uu wada adeegayo waliba gaar ahaan waayahan dambe waxa nasiib darro ah inay aad u soo xoogaysatay kooxdoono ubadkayaga halkan ku dhashay runaantii dhibaato weyn ku keenay kara oo waxyaabahaanu rabno la fikirada dadkeenaanu ka wacdi gelino oo waxyaabahaanu rabno dadka miiska fadhiya laftarkooda inay ugu adeegaan dadka Soomaaliyeed insha Allah hadii la yiraahdo xafladan iyo casharka kulankan caawa ma aha kii ugu horeeyay oo qabano waxaanu hore u soo dhaweynay xilibaano safiiro iyo mas'uuliyiin kala duwanba caawana waxa nasiib u yeeshay walaalkeen xilibaan Cali Ducaale oo nooga yimid dalka Kanada waxaan jeclaan lahaa mar labaad inaad igula soo dhaweysaan xilibaan Cali Ducaale magaalada Columbus ee gobolka Ohio xilibaan ku soo dhawow xildhibaan ku soo dhawow magaalada Columbus waxay caado u leedahay dhaqan u leedahay Soomaalinimada waxa la yiraahdo waxaan filayaa marka la yiraahdo Soomaaliya meel ka baxsan oo looga dowlad jecel yahay inaysan jirin baan filayaa maanta waxaan nasiib u yeelatay intaan oo ah dadkii haldoorka ah ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa magaalada Columbus inay halkan wada joogan aan la kulanto annagana sharaf bay noo tahay inaan halkan kugu casuuno mar labaad iyo mar saddexaad soo dhow baan ku leeyahay xildhibaane aad baan u mahadsantiina asalaamu calaykum aad iyo aad buu maasayaa cabdirsaaq sheekh cali ilmaha hadalku ma jiro gudoomiye ma aha madaxweyne laakiin eriga madaxweyne aad baan u nacbaanayaa bari uu badan yahay waxaan rabaa aad iyo aad maasayaa sida time kale oo nagu soo koobay waxaan rabaa inaan u yeero speaker-ka xiga intaana marka qofka kale u yeero waxaan ka codaareynaa xafladda oo xilli dambe bilaabanay iyadoo Sunday ah inaan mataqaana qof kasta wuxuu leeyahay 3 minute telefoonkaas ku yeeriye marka telefoonka ku yeero qofka duu waan iska soo gabagabeeyaa marka waa maasintiin waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio Xasan Cumar Xasan Dheere gudoomiye sadow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانو مهان نقيا إلهي وحدانا إلهي ومهان نقيم هو إلنا ومهان نقيمين مركا لباد وحان رمتي عيان ومهان نقيا دلن يردان سابق و أيقونا سواء بابلي حفلة وحان رمتي أهين مركي كوات يا مركي لباد مرول بنا ضد utaagan community-ga inay wax u qabtaan waxaan kala oo rabaa inaan raahdo anoo ku hadlay magaca jaaliyadda Soomaalida inaan soo dhaweeyo xildhibaan Cali Ducaale oo ah xildhibaan laga doortay waddanka adduunka ugu weyn Soomaalidu kuma oga inay Kanada tahay waddanka adduunka ugu weyn marka inay Soomaalidu ay runtii nasiib u yeelato inay Soomaalidu nasiib u yeelato in laga doorto waddanka adduunka ugu weyn waa Kanada waliba meesha laga doortay ay tahay meel aad uga fog maxaa la yiraahdaa meelaha Soomaalidu ay degan tahay oo ah bariga Kanada dadku de kulli waddanka maabkiisa dad bay yaqaana juqraafiga yaqaana
ها مركب حويان ما دام وحلبان يحي عاون النو يمد وهو كل نو جاي هدرك الدرس كان راه هذي تشروا مقشان مرة وحلا ده نورد أمريكا نورد أمريكا مركب حويان وصدح وضن mainly وكندا مكسيكو the United States مركا إن الميرو البكوي على نوكيل وقف الباص وما الميرو النوت شوغان وهو يخنت إلهي مهدس وإن أجنهاي هل كان ضد سوالف بلغة دورتي وكم دي هاي إسماعيل محمد وهذا وكيل كان على نعو أكفر ديا وحنا رتينا إن ترند إسكاس إنه صعدة أو مستقبل كذا هذا فر بدن أو دليل سوالف إن لا دورته هل بعنا وقفر سنة إن ضد بدن لا دورن دون أو ميه لا دورن دون هو قرن يا هبين دويتو ستار ريفرسايد شن يتوان أرورا كل علاقتي سجال بس وما له أحد. مركا سوي هي جورنال كديس بقى شو حلوس أقولي بيبي بومرز بقى كلام بس كتير عليه. مركا بيبي بومرز كاسوما هن إتكلم وسوما له هو يي. مركا هن رجينا يا مقالين لو لوس هو دكورة يا هذا أو ميل بالغة إيمانة يا وهم مركا رجينا يا إنه محل هذا. maybe shan sano lix sano soo socota qof Soomaali uu maayir u ordoono waxaan loo baahanyahay in la wada shaqeeyo ninkii la doortay cidii doorata ha doorata wuxuu wakiil u yahay bulshada wakiil u yahay sidaa daraaddeed in la wada shaqeeyo dadku ay isgaram qabsadaan oo waxaas waa dhammaadeena galaa lagu tuuro hore loo socda loo baahanyahay waxaan weeye waana arrin aad u wanaagsan sidoo kale xildhibaanka noo yimid علي دعالة أنا وأنا قانا علي دعالة وكوينا هينك استوى إرليه واسنا قانا واقو يرابع أنا قانا مركا للآجي آدو وانا أفسن أو فريده مركا لرد الرقانية بدن بوعان شده مركا عوية العاور واحد ما هو يوان هو ميشو فرقين اللي مرين أنا محلا عدالة هلا مدو بعد مركا وحان لاي حي كسيو دوو صدح دقا وقتي أهلي سيسي وقتي بدن مجرو هذا الكلام ميش ميا الحبر دلوي من الحبر دلوي نحو يعني إن اللي سوى دلوي حلبانكا أدنى وحنقوم عن نقل يرون دتك سوامالية وسوب هي حفلة ده حفلة قد استيتع وهو يوم حين قعد سنة يا سيدا عن قلوة والبو حفلة قبسة إن اللي سوى دلوي هي واللي سوى دي ماذا حوغا هل اللي سوى دلوي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدو ما سيك دمي حسن سيدا وصوكو بي تريمنت كيسي لكي صدو دقو دارست صدر صدر البرقس هذه هذا ما سيهم حربا إن وقت قعدنا عيرنا قبضينا عن سكوح حجنا طبعا انترتينمنت يو حبا كلنا منو دي ميهين وحربا مركا إن عدنا عدقنك إن سمارا دقنك وكتكتي مركا إن وياره وقاس فنح بره سيو إن أساقنا كلمة دي سهل كان يرادو وقاس فنح سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد يا آد بعد ما هتسنتين برشدي إنما جا سوا عمرتي وحاكلوا ما هتسن لمن كا أرر كسابك وغشق يا ضد كاسي تبرع هذا وأنا أقنع هنا إن واحد كسر مليان ورجالا هنا جرين شرط بدن نكون قبته ماشاء. أنا جو أكو الله يا ما جعوض يا شرطان ككولومبوس وهاي يا كي جبا وحان إذا كعد سنة يا دتكي نشرف تلا حفلة دام قروح بدن كسو قيم قلي هنا إلى سود ويسان مرتي علوس وحديث الله في ريا عصب نلقى ما يمان جرين حل بعنا ودم هذا كلام نوجا يمين نوعاً ما نجري نقوى أما ذلك اللي كي يمد أما هي مريكة نوعاً ما نجري عاوة ومرتع صب مرتع لص علي إبراهيم دعالة اللي بانكا إنا دي لسو دويسان بانا دي كعود سنة يا دمانتي دي انت اسكدد اللي بانكو وما هتسن يهي
وضعوا صب وفري نورد أمريكا إنا اللبنان ضد سلطة لبنان بوفري عا وضعوا صب وفري وأنا الغدا يندونا وأنا حير أنا جاي ركنا دنويا لو فري إنا اللبنان ضد أننا أي بوقشة كتجان ذلك كندا آدي آد بنا رنت أسوقهم هذا لنا إنا وأرين كدايشة مدن أنا جانا وحي نوتا يفرحب بوغشة دي سئي ومرتدة ونوغي بدعاوة ووحان هاي دل أما ديغان لغا سوقي مي دل كالي أو درسة ويكا علوستا هاي أما مرايكا الحديثة أما دل كان لدتك كاي مانجري ويكا علوستا هاي ومرت شرف دل كتمت دل كالانا تمدوي سيدا درت هاد بانغوما دلنا إنا حلبانكا aad iyo aad baad u mahadsantahay in badan aad ugu soo noqon doontana waan rajaynaynaa annaguna si kal iyo laaba ayaan ku soo dhawaynaynaa waxaadna nooga duwan tahay safarradii hore noo imaan jiray sababtoo ah haddii waa safar cusub oo dal tu dal ah oo aan horey u imaan jirin halkaan waa arrin cusub oo curisay aad iyo aad baad arrintaa iyo ugu mahadsantahay dadkii ka qayb qaatay xafladdan oo bulshada qaybeeda kala duwana oo waqtigooda u soo horay oo juhdi ku bixiyay tala iyo dhaqaalaba aad bay iyaguna u mahadsan yihiin Columbusna haddee waa lagu yaqaanaa soo dhaweyntan waa wax ay caan ku tahay marti badan baan meeshan ku soo dhaweynay oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba ka timid xildhibaankeennuna caawa waxaan nasiib u yeelanay inuu booqasho noogu yimaado aad iyo aad buu mahadsan yahay idinkuna sidaad uga soo qayb gasheen oo waqtigiina ugu soo horteen waa ku mahadsan tihiin ururka saabagna waa ku mahadsan yihiin arrinta ay u taagan yihiin oo mar walbo ay danahooda intay uga soo tagaan ay dadka u shaqeynayaan dadka in loo shaqeeyo wax fudud ma aha aad iyo aad baan iyagana uga mahadcelinaynaa intaasaan ku soo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aadiyaad umahadsan yahay fanax waxaan rabaa sidoo kale inaan ku xijiyo qofka laba saddex afraad miyaa hadlaya haddana waxaan rabaa inay la soo dhaweysaan ambassador abuukar cusmaan ambassadorkeena soomaaliya oo fadhiya unka dabcan ambassadorku waa nin oo Columbusa aadiyaad umahadsan yahay sidoo ambassador السلام عليكم مرحبا بعد السلامي دمانتين سيدي سبيكرز كي قهري اي شيغان مرحبا بحر وانا ام هاد عليو ولكن قرع عبد ايو تيم كسابك وارنتان حفلة دان سوق بقابي وحكرون روا انا ام هاد عليو دمانتين كسوق ابقالك كسوق ابقشين حفلة دان قيمها بضن وكسو دويني انو ولكن حلبان عالي دعالي runtii nooga yimid waddanka Canada aniga Canada xogaa taariikh wax yar ka aqaanaa mar aan ku noolaan jiray marka waa nin dadka ka horeeyo for laba reason dartood waa gobolka uu ka yimid oo la yiraahdo Nova Scotia oo ah bariga Canada cid Soomaali uu ku ogaa ma jirin marka haddii la soo doortay waxa soo doortay dadkii reer Nova Scotia oo taasi ku tusinayso inuu yahay qof runtii society uu ku dhex nool yahay wax ka ah midda kalenta arrinta kalento markii taariikhdiisa laga sheekeynayo lagu soo diray oo ahaa inuu soo kasoo shaqeeyey fire department aniga North America waxaan joogaa adiga muddo dad yar markaas aad joogi jiray cala kulahay inaan sheego ma rabo laakiin muddo dheer aan joogay marka waa reer inaad aragtid qof Soomaali ah oo fire department inuu u shaqo tago ka shaqeeyo ama police inkastoo hadda police kuma ahayn dambar waa soo batay laakiin fire department runtii waa wax profession qaali ku ah society-ga aan ku dhex noolahay mar walba inuu profession-kaas qaatay naftirkeeda waxay ku tusinaysaa nin dadka xoogaa ka horeeya inuu yahay marka waxaan leenahay walaalkeen Cali ku soo dhawow Columbus Ohio runtii magaalada waxa meesha fadhiyo the cream of the city the cream of the crop waxaan aad u faraxsanahay kasoo qayb galkay kasoo qayb galeen dad badan oo qiimo leh
ومجالد الجو إني كسر دويان وحين تاسكت السنة سا سيدا أن أقيمين إن دتك ورا لهن آه أو سومالي دا آه وميل ورب الجو لقى دورته ميل على المشي الجو على دورته وحكلون ربا إن حسوا إن إسماعيل وهذا إن أكفرديان يا أكفرديانا رنتي وحياه أن براوت كنا حكم دا ومر أن لا شك يستدت أجنبي أجارهان ولا لها عربتها وودنا كان نوقس وهري وحي ويديان محاب بشكري الصومالي ذا ونن عن politics كا وإن نوقس هريان نن عن صاحبنا هاي وهذا سفير وآه وده مثلا عربتها ونيويورك استجوعنا سجنا مريكنا وحو إيش شيء حتى وحو يري هدي قف مصري أكثر نقطة هايو أمريكا مدح وين دفنت لو حين نقطة ساقف صومالي taas waxa ku tusanaysa adduunka oo dhan muslimiinta iyo afrikaanka oo dhan inay proud nagu yihiin markay arkaan qof Soomaali oo meel walba laga soo doortay marka anaga laftarkeen inaan u qaadano waxaan wax saalan aan u qaadano aan is support gareyno it kasto Soomaali oo xafiis u carareyso in magac rabaan ku carraraano ama republican ama democrat noqdaano wa inaan kala saari karna oo aan qofkaas sida u taageeri lahayn aan u taageerno si xafiiska u joogaana mar walba waxay u baahan yihiin taageeradeena marka waxaan idinku bogaadinaa kolay dhamaanteen iyo aniga naftirkayga in cid Allaah la cidii la doorto oo meel noo tagto inaan u noqono loyal iyo qofkaasan ku support gareen lahayn soo shaqadiisa u gutana aan xoogeyn isugu geyno si kuwa kaasi dambeeyo ay noqdaan more successful ay noqdaan waan ku dheeraaday 3 daqiiqo la siiyay من هذا البدن رجوهر أنا جوهر كما هذا البدن لكن ما دام ضد بدن ورمودو أكثر ليان وحن أيها الحواء كسو الدين سيدي عوضة مركا وما سنتين وجزاكم الله خير والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وحن كفر حسن هاي عوا مقالة أوهايو كولومبوس إن كسر دوين إنه حلبان كأن علي إبراهيم دعالي وآه حلبان أمضى الصومالية مثلا سنة ترى وحكسر دوين إنه قعم فرن وحكسر دوين إنه قلب فرن وحكسر دوين إنه وحي كده حي صومالية يولا لمدي الحمد لله وحان كلون كفر حسنة هي جالية الصومالية قبل كان دقن إنه يسفي عن قصوى بحضي حل دبان كسور دبيسي نفندق أنا بهوتيل كان يدنا أدبان كفر حسنة هاي وحان كلام كفر حسنة هاي إنه إلى هاي مقالة نكاني أنك أو ولالكو أصمال لماذا كنا أهنا ولال معركتي سلال لماذا أركتي قراتنا وحكا قبلنا حلقة صومالية مرك الحمد لله ثانا ما كفر حسنا هاي أنا وحن هاي قف مرتي كسو جيدة جيبوتي جمهورية جيبوتي الحمد لله لكن وحن أنت أنا هاي جيبوتي نقول وحن هاي قف صوماليا أتبان أنا كفر حسنا جيبوتي وضل لكن صومالي مضوا قومية وناشن مرك الحمد لله أريتكم بدو تاسوي waxaan ku jiraa dadka aaminsan Soomaalidu inay hal tahay inay isku soo noqoto waliba anigu ma qarsaday waxaan aaminsanahay wax la dhaho Soomaali weyn arinta kale toon walaalaha Jabuuti oo degan ee afarta markaan la hadlay waxaan ku jiraa waxaan ni ogolahay afar weyn annakana waxaan noo ogolaanaysiin Soomaali weyn waxaan wadaahayna walaal Islaama oo geeska Afrika wada degan sida oromada sida dadka kale ee afrikaanka ee degan ee geeska afrika inta hadaanka wax kale ku daro waxa weeyaan soomaalidu marxalad adag bay marayaan caawa qarax ba dhacay wal socotaan wasiirra dhaawacan dhibaato weyn ba ka dhacay qarxyadaas iyo dhibaatadaas waxay nala soo bilaabmeen waqti dheer waan la soo daalay dawladdu oo dhan dagaal bay ku jireen laakiin waxaan filaynaa in insha Allah marka digaagada la gowraco marka ugu dambeysa way boodbooda inay taa Ilaahay ka dhigo
oo shabab ayna dhaafaan aamiin dhaha insha Allah aamiin in arinta kale too Soomaalidu waxaan dhahaynaa mustaqbalkoodu waxa yar darkaysiin ka yaabina mustaqbalka Soomaalidu u ifaya u fiican yahay maxay yeelay qofka Soomaali goorta dulimaha ma aqbalna dulimada labo qofka Soomaaligi waa maskax furan yahay qofka Soomaaligi waa nin muqaamira waa gabar muqaamirada nolosha jiiraan qof Soomaaligi waa dynamic Soomaaligu waa qofka ku guuleystay inuu kongreska Mareykanka ka mid noqdo wasiirna ka noqdo Kanada Soomaaligu waxa weeyaan waa Sweden buu ka yahay baarlamaan adduunka oo dhan Soomaaligu waa qofka diinta Islaamka geeska Afrika iyo Afrika dhagarsi Soomaaligu qof caadi ah ma aha waxaan loola dagaalamayna inaan caadi ahayn weeyaan ayaanta aan helna fursad iyo soo nishina anuu waxaan u qaracsanahay soddon ka sano soo socda ciishaa dad badan baraga ka akhriyay waxaan soddon ka sano soo socota insha Allah markay dhamaato geeska ma helin qaarada Afrika ana ka tagi doona insha Allah taala Soomaaliga ka tagi doona laana waxaan leenahay wixii talada ay lagu yelnay taladan leenahay waxaan loola dagaalamayo gaaskiina loola dagaalamayo inaan la soo baxno een markaan akhriyaynin khabiir oo Saudi oo leh in dhulka Soomaalida gaaska yaalay waa bad marka masha Allah bad weeyaan ma aha gaas caadi ah marka dagaalkana lagu hayaa waxa weeyaan waa kaas weeyaan badda baan soo saarin doonaa insha Allah beerahayna beeri doonaa geelina iyo adigeena loodeena dibadda u iibgi doonaa wadankan ku sameyn doonaa nolosha wixii ay nolol ku noqonayso dhamaan haysana waxay naga maqan waa laba shay qabiilka inaan iloono iyo inaan wadaniyiin noqono labada hadaan helo waan dhaqaaqayna insha Allah Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Jibuuti ha noolaato insha Allah baa baa Jibuuti aan farmo joogaane Jibuuti ha noolaato gudaha Soomaaliya ha noolaato ummada Soomaaliyeedna ha midowdo cadawgeygu ha jabo soo dhawow waxaa kaloo nala joogta gabadh xildhibaanada Munira ka hagan soo dhawow Munira gabadhan dhalinyarada ah absolute 28 jirka ah Soomaalidu waa taas waxay gashay kongreska gobolka waa 28 sano ay jirto saalix la tan mushkil ma leh waa ima yar oo yahay alxamdulillah marka waxa baanahay waxa saanahay oo Ismaaciil kan loo yarka libaaxa insha Allah libaaxyana insha Allah libaaxyada Afrika Ethiopia tirada anaga shabeel bana laga yidhi laakiin libaaxa shabeel bana ka ah anna sidii salaam alaykum raxmatullah isku xujino in dhinaca nabadoonada aadeyna waxaan rabaa inaan u yeero nabadoon Ibrahim Sheikh ee Dacar oo ah nabadoon aadi aad looga yaqaan riyalan kulan nabadoon sadow marka ugu horeeyso dhalinyarada iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo ganacsatada bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan dhammaantiinba walaalayaal waxaan idinku salaamayaa iyo mas-uuliyiintii hore iyo kuwa dambaba intaba waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta ka bacdi haddii waa meeshaan xildhibaankii nin walba waa ammaanay haddii hadalka u batana ammaanta xoogaa wax loo baahan yahay in balse kale loo leexdo ammaantii horta ay ammaanin waa la qabaa xildhibaanka weliba aniga waxaan leeyahay nin baa waxa la yiri ninka ragga rag la garay ragga rooni waa keebali ninka ragga waa ninkii reerkiisa kaa soo roo ragga roorine ninkii reerkada kaa soo roo waa marka xildhibaanka waxaan leeyahay Nova Scotia oo Kanada ah oo boqolkiiba 99.9 ee cadaan ah dad ka soo baxday dhirka ka dooniya tahayniyo ninka adaw ku anaa ama North America oo ku baahnaa leh baalkii American leh North America waa anagoo dhan marka waxaan leeyahay horta dhaweyntii ay walaalahay iyo madaxdii iga horeysay dhamaantood ba ay ku soo dhaweeyeen waa anagu sidoo kale intaan ku soo dhaweeyay marka waxaan rabaa hadal yar inaan ku darsado aniga waa kaftan badan ay iga raali ahaadayaa kaftankaygu ma aha mid wax dhibiyo maxna ulama jeediyay waa kaftan hore loo yiri waa dadkii iga horeeyay yiri waxaan rabaa inaan u kaftamo nin baa shaahi loo keenay
نسومالي شاهدي مركي لوكيني ايوب سكر بدن كودري كي اكفدي ايوب سكر تكتاني يوم ورانتا سكر تم هاو دريس او كبدسي وروحوا ربيعهم كلول يو وأنا ما أصلت هاي أنت سأنا كسرنا وعي رأينا هذا بس كسر خير جميل ما شفته أنا وعي يا عفيس كاس إن كلمة داسير توه عن طورني إذا نولج إذا ما جرى وأنا غوردن ستوش كم شهر جالوه وعي هوا ما أصلت أليادو ما سني هاي نبضون شكي سدوك لوحان إن ربعنا إن كحي تشيو لنا عوضياشا وحن ربعنا أويارو أقوم يهان سلطانا سلطان فقي سيد سلطان فقي سلطان سودو وادقو ماسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأول إلهي بكم هاتسان كلان كان سور دوين تا ولكن مسؤول كا حلدبان كا ودن كندا أقل كوكيل لدا كنت تاريخ دي سي دادكي يقان أما دادكي يقان إيغا هرهي بارنتي حسي أنقو هدانو نهاي كوميونيتي ليدرز كا أوهايو وليبا غارهان دادكا داقن كا كوميتلا runtii waxaan aad ugu faraxnaa isbeddelka bulshooyinkan cusub ee runtii hadda aan ku soo biirnay nooc walba ay leeyihiin dhinaca wanaagsan inaan ka qaadanay challenge-ga socodana inaan maanta aan ka midnahay runtii laga wada qayb qaatay wiilal iyo gabdho sida hadaba magacoodii aan xuso dhalinyaradan runtii fahamsan qofka mas'uulka iyo kaalintiisa soo dhaweyntan maanta runtii ku tala galay aan idhaahdo SAPAC waa in badan baan runtii xaflado noocan ah ka qayb galay oo mas'uuliyiin kala duwan aan ku soo dhaweynay taasoo aan qirayo in maaragtay hadafkoodii inuu horay u socdo waxaan kaloo rabaa halkan horta soo dhaweyntaasi waad iga gudoomaysaa mas'uul inta kale ee halkan joogta isugu timidna qof walba maqaamka uleeyahay ayaan ku salaamayaa marka waxaan rabaa maadaama daqiiqaduhu ay aad u yar yihiin mas'uulkeenii waa soo dhaweynaynaa daayarteenii kale ee hadda iyaguna siyaasadda deegaanka iyo siriga ku soo biiray oo runtii hadafkoodii aad u horeeyo uu ka mid yahay saaxiibkay Mr. Ismaaciil oo aan qiyaasayo waqti aad u dheer inuu hanka lahaa xaflada uu aan u qabannay ee hadda uu ku guuleystay insha Allahu Ta'ala taasi waa hanka qofka bani aadamka uu leeyahay inuusan niyad jabin iyo gabadheennii Munira iyaguna waxaan leeyahay howlba idin taal waa annaguna waa idin garab taagannahay marka insha Allah mas'uulkana waa soo dhaweynayaa wixii khibrad ah ee uu isleeyahay ee uu hayo waqti baan isu helaynaa insha Allah gaar ahaan mas'uuliyiinteena cusub inuu maartay daraasadii 10 uu siiyo waxaan rabaa inaan halkan ku soo gabagabeeyo marka dhinaca horumarku sida aan uga hadlayno ayaa haddana in badan waxaa weheliya naxdin badan oo runtii dalkii iyo deegaankii maartay ee waddankii nooga yimaado dhibaatadan hadda saacadahan socota ama saacada ka hor dhacday waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dadkii wax ku noqdayna ilaahay maartay ku dhinteena ilaahay inuu naxariistii janno geeyo kuwii ku dhaawacmayna ilaahay u boogdhayo arrintana ilaahay uu naga soo afjaro annaguna aan noqono dad isku duwan kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba si dayarteena dadnimadeena dignitygeena sharafteena aan u hormarino challenge-ga ee kaalimaha hadda uu maartay ambassador Abukar uu inoo qiray dadka oo dhan baa qiraya North Arab, North Asian, Afrikaanta kale waxyaabaha aan kula sheekaysanayno ayay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed hankoodii iyo aragtida dheer ay leeyihiin inaysan dhoweyn laakiin
وحكلو إنه قحمنا إلهي إذنك إن شاء الله إلهي بان أطلع سارانينا وحن لأن إلهو معركتي أرنتاسنا معركتي نقصو أفجر سومالي مديسان ورنتي صفكنا قيبته وركك جرتو أدونك إن شاء الله ورجينينا إلهي إذنك إن شاء الله دقادها اللي قطلق قلينا داسية بان أمالينا وحن لأي هاي سردو هذا إلى سردوية جزاكم الله خير أدي أدما سيئة سلطان فقي وحاربا إنان كوحجيو لنعا ولي مرتشرفتنا وحاربا إنان أمير دكتر حسين عقال أو دكتر طبعا وينالجوغا دكتر حسين سودو دكتر حسين وحنوغي ماضي دكاسي من السورة ومايو كلينيك مركا دكتور سودو وإنان هالكم إتلاق العاوي ويو قادين runtii waxaan idin sheegay waan salaam dhamaantiin waa soo dhaweynaya ambassadorka iyo walaalkii nooga yimid Nova Scotia dhamaantiin waan idin salaamay de Somali nasaa meeshan ugu badan tiin aanu ma moodeyn ma maqashaa way ugu gaadeen wax i diyaarsanayna ma jiraa laakiin dadku wax la dheelaan oo loo yeer markaa ma santeen adiyad ma sayo daktarka waxaan rabaa inaan intaanan aadan iyo u geynin ugaas aadan waxaan rabaa inaan hal gaasto u yeero waxaan u yeeraya nabadoon gudoomiyeena hore gudoomiyaha xeekeena hore ee gobolka Banaadir ah nin community gan kaal weyn ugu fadhiya Xasan Jilac oo maslax Xasan Sodow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انت أكدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لباتي مناسبة هذا البدن ما بحنا وهي أن وحا عادنا وتدقف كمارك الله يرهدو يرهن ورن لها وال ليري وحما لاني أنا وحبو لو قبسين وسكفر يسكر مركا أنا سؤال وينه معانك هذا حلبان علي إبراهيم دعالي أنا اسمي القرية مسؤول وياه قرب كتر كلا حلبان علي إبراهيم دعالي أنا سؤال وينه كل جين مرة دين سفير كين سؤال ويني أبوك العثمان دو سؤال ويني حلبان هذا إني أيو جوعان وعسيرة أنت أفكار لكش ومدة مقال كأول أسبان مركا إن كولومبوس الوصل ويني وهاي الوصل وي أمريكا الوصل وي مرقاتي هو عادي هو بعنا الغاب وعلى أنا مرك سوول وو سيد الله يري دتك جوين لما أنتوا مناسبة تبغوا وما علينا سيجارة وحنا ربعنا عاو وما هذا اليوم وأنا مرك ورقاد بوجوزي في السجن أورجانيزيش كان ما نقول بحفلة ده عن وصمة يا وعلى قاعد تروح كوبا دتك إن الله برتقى له جالس الله يرو هوتيل الله يجارو لو واهول بدن وركان لي رامح وسابق وحلاه آدي آد بان أقوم على لنا هنا سو ما عليه الفرصة يصير وركان سي أنا كلهم أي سبب النقدين أركت ذا يا قنط اللي سقط به وحلاه مركا حلو بان علي إبراهيم دعالي أنا جو بغرله وقاسيله سفيرله وقاسيله در كلهم بس سقط دمية بعود النهاي قبل أي ويلبا Welcome to America Welcome to Ohio Welcome to the Columbus مركا أنت صاروا بحياة كل يوم سلامتين Hey, the heart to lay, look at the moon.
I'm IT professional. Just brief introduction. Of course, to success, or Somalia, success ku keligi maaha. It is belong to all of us. Of course, to orto, anna kuna matela. Ma wabu so hoyo, anna kuna so hoya. Hadda wuhum samaysi, wakula shahar garenena. Hadda wuhum samaysi na, magi imat na wata. Welcome to Columbus. We'll be in Crawford Ismail. Everybody who made success, we should be proud of it. Welcome to Columbus, welcome to the United States. And in the meantime, you are from Nova Scotia, so man. Welcome, we're going to travel and visit you too. Marka, welcome, Ola. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا حارب أنا أمها العليا ساتك ورتي وجيه بدن وواياها سو كلام ما أنا اسكوك يعني عاو ماشان حاكل ربعنا إلى هذا حلي بان دعالة Welcome to Columbus حلي بان هذا كلام فريق حلي بان صاحبك حلي بان إسماعيل يوم أبو كر بالا صاحبك يا أمبassador إذا ما قف والبو ماشان فريق تايتل والبو ليه هاي وحارب أنا كسلامه ما اختيار tomorrow or Monday مرة بينا وقت بنا قاطو لبا صح لبا شيء كلي أنا بينا كورش تاعو حاس ودي عبسا الشعب المركي صاعي ليه وحارة بينا دول أريت راهي إن حق مضبوط ما هي وياها أنا مرة ما كان هاللي وحاس ودي الشيء اللي دوري اللي واشكت طلع محا شيء كتاب حاس ودي حاس صباح المركا ما أنت مرة ففكره بنقولك إنه كل غاقة همه أما همي أما intention أما إنه قف كجعلية هاي أما ديجي سو كشقين كرا إنه جعلية هاي وحاء ورب إنه قبته أنا مواجه تاعي قف كهدو هم اللي هاي وحول البقو هاي استو إنه كجلنا يا وقت جسية تام كجسو أجار ماش أصعده حارته أدو آخر تاريخ القبل كلا جسوا دورتي هل بندو على it's a very complicated history وحالة عجيبة أو فربضن أو ده أن قف مدو إنه ماش كسر بحو أي أدكت هاي بارتي كأحكام nadalas waxay u soo dhacday wasiir ahmed oo ahaanin alberto laga soo doortay san filay laftigiisu sheekada ka hor uu ka sheekeyay oo runtii dadka soomaalida aan u gilgishay ba jirtay oo ahayd ayagoo dhalinyaro ah oo kooxa inay jaamacadii ay dhiganayeen ay ka dareemaan qansurnimo then ay isku dayeen inay ka hadlaan protest ka sameeyaan diinkii jaamacadda ay la hadleen wiiri waxaan ka qabanaya then they decided finally to go to the upper speaker of alberto أي ورقة القرآن. speaker كي مركو ورقة دي أركي. معايا دكتور كانوا في الفيري.
وهو أركي فارح يا علي جامع يضد استعمل عيوده إنه الشيء جباي لب كنت هيرنتي تاريخه تقول في ريا وهو أركي قفكو وقبضن بينه قبل ياريس ماشي عن جوي ولا يا أبي وحيري دت كان نوع عن وصل لي فيدي وده أيوة بقبل ياريس جوي سكدي إني political system كي ودن كجري أي منوفر جريان أو petition of protest أي سمعيان ده سهل ما هنا دت كان برضه إن أنا لقى المهرباء بس يبناك within 48 hours governor كي ويا ري وي كل من حيري do you know my schedule hurt حيدين مايا حيري نكير بينه أنا يا أركمانتا ويران أفر بلود إنه قاطع وعي لكن أديك سببتك أنت إن أنا إذا بركي بيني سجى ورقدينا بركي نيتمن حالا يا أبي ودي رنا شاء اللي رين إيوه دتك إنه يا هيدا عجيب أو جعل ماشاء أي مركزي مادان إنه إمباكت كويه عشان as a result وحان سمي بيريو سكاجول كيجي ورنا كنسلي سي أن إني قرعية إني دي رجليو وح عجيب إلى نقطة مركز دي رنا جناشي نوع عصايد ومركز جوري سي أنا جواهايو أو الباركي أنجبني الحمد لله رب العالمين لا بحل اللي بانو عنو على أنا لصو بحني لكن أنت أنا أقولها كنا مربنا، حاربنا استير وايل أوفيسنا عنده، سيري كونسل كنا داربنا، and ultimately the governorship كنا قادنا ربنا. هذه أنت هنا عاويته، هذه ما كنت هنا عاويته أي جو أنك أسقطان، وحقوقا عسنا هي آمن سنة هنا، not only it's doable but it's easy to do it. وحارب أمريكا قفل بعوائل كان جوجا، هل كلو فيديو أنا أركب علينا كسوق بجيبيو، أبيني ده عشكر لي هذا تكني. وحاد عضي حافظنا أن دقلنا إمتي ذا بضانو اللي هذا هيليارد و ناشنال هول اللي مركز عيدة لكهذا سكولات كي والا فسحي قفل بو حافظنا استيقان وعيال سكول كاسو بيكتان ووقي هاي باي تايم لكهذا وحلق عيدة سكول كو أوف واي وحاد كي مركز للي يريد كشا خي سيدات و فيديو اللي قصو دوبي روتي مرنا وكفر حي مرنا وكنا حال مروا كفر حي تيدل دليرايو سو مسلمين او ارفكد او واحد دمانت انا شاغرينينو لكن مدا كان حي وحا هل قف او سومالي او ايكو ايجا كوم جيرن فيديو غاس حاليا مركا شقدا نو تال انتيدا عا وحي تahay انغا اس جينريشن هان وا ددكي غو ري فيرست جينريشن نahay بيشا كان ميدان غرينا باهيدي لك انت غرينا وحان كعررينا دقانا لكن جينريشن كي نيدن بي عيال كي يغي وحاد مودا دينا شيرين سيم باشن ذا وي هاف halkana waxa shaqada noo taala ciyaalkayga inaan activist ka dhigno activist waa wax fiican diinteeda ka shaqeysa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam activist waa system inkaar qabo u yimid within a matter of years bu upside down system kina ku burburiyo anaga 10 ka qaadan karnaa mar labaad marba waqtigu waa yar yahay xildhibaan ducaal soo dhawow saaxiibka xildhibaan Ismaaciil Abbas Tor gudoomiyaha everybody that's sitting here thank you so much I really appreciate it الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سيدي أياشي إيغوري سي إيغوري يا قبل واي الشيغان أنا سود وي وقع مفرا أنا حل ما دعاء ورنتي أن لما ريموت وحل ما كان كفاية يستي أن كهل دوم أن حل ما كولومبوس كسود وو لواح موت بعام كنت هاي شكل يا كشكل يروحوا يري ضد ضمبا مش عن سواح كي وانسان كجيرين وارينا مرقعة كنا نعتيف كعلنا هاي لكن لواح موت مهم في كولومبوس لا هاي وقربها وقف يا عنده بركو وامرتسورك نين مش عن يميت أما جوار أو أصلا مقصود هاي أصلاً مقصود أنا هين كنا قضي مشروع يقول بابا صوب بقر لقدي جاي ومشروع كنا قضي بعلاه وكنا قضا تاسوا هنا أدوا أمانة هاي أنت لبعا وأنا أدلوش يمكن وحق ودنيا مقالة أنا معها مقالة مقالة ها جو ربها كميت
ومامور غوبلاديادا iyo soomaalida kala burburaysa aad looga bunbooriyo dawladda waxa laga taageeraa taas waxay tusinaysaa wadaniyad iyo in dadka ka jira ay yihiin dad aan wadaniyo aan odayshakeeyaa hadana aan ku hadal qabsadeen laba arrimood oo aan ka faa'iideystay xaldibaanka waxa weeye aan urbaha waxa laga dooran jiray soomaalida la doorto dhalinyaro ahaayeen wiilal iyo gabadha yaryar ama ayagoo yaryar meeshan soo galay ama ku dhashay baa la doortaa marka nin oday oo cerro leh oo soomaaliya si weyn ka soo tegay weeye oo laga soo doortay gobol aan soomaalidu ayse ku badnayn in laga soo doortay gobol ayse soomaalidu ku badnayn arrin kale aan ka faa'iideystay laakiin taas in nin odaya la dooran karo baa laga fahmayaa marka odayaal badan oo halkan jooga oo dhahayo dhalinyarada ha tartamaan iyo habraba aan dhahay gabdho waaweyn islaaday waxaan u malaynayaa in laysku arki doono firefighterska maadaama uu kasoo bilaabay dabdamiska waxaan u malaynayaa shaqadaas in la wada ablay garayn doono brisba taas waa midda labaad xildhibaanka waxaa laga soo doortay sida la sheegay gobol aan soomaalidu ayse ku badnayn arrintaas waxay tusinaysaa in arrin badan oo soomaalida qaarkood aada ay ugu dhegan tahay oo mararka qaarkood lagu tilmaami karo in cunsuriyanima ku jirto in qofka soomaaliga ah ay dooran karaan dadan soomaali ahayn oo aysan qasab ahayn inay soomaalidu doorato taas waa mid iyo in dadka soomaaliyeed ay aqliyadooda iyo madaxooda iyo maskaxdooda inta kaashadaan ay doortaan oo ay u kaambeyn gareeyaan qof aan soomaali ahayn because iskuma heli karo haddaan soomaali nahay inaan niraano annagu soomaali bas aan u codaynayna iyo in mararka qaarkood aad rabtid dadka kale inay ku doortaan oo gabar soomaali ah oo muslim ah oo refugee ah oo qamaar qabta saasaa gabdheena ku kaambeyn gareeyaan marka waxay rabtaa dad cadaana inay codeeyaan soo maa ogolaada marka in sidaas ay tahay in soomaaliduna ay u codeyso gabar cad oo indho buluuga leh oo qalanjo ah oo dheer marka taasna waa inaad ogolaataan oo aad madaxdii maskaxdiinu ay u furnaan karto in labada dhinac haddii kale waxaad noqonaynaa dad hybrid oo muwaafiqiin oo hal dhinac keliya ushaqeynaya hadalkaas inu culus yahay waa laga yaabaa intaasaan baan ka faa'iideystay xildhibaanka xildhibaan soo dhawow marti sharafta iyo dadka soomaaliyeed oo meeshaan isugu yimidna waad ku mahadsan tihiin inaad xildhibaanka sharaftaan oo soo dhaweysaan saabak ayaana ka tegin nimankan dhalinyarada oo shaqooyin badan qabtay ayagana aad bay u mahadsan yihiin inay xafladdan qabtaan iguna sharfaan inaan ka hadlo waa mahadsan tihiin ali al masihi xuseen waxaan rabaa inaan mar labaad idinka mahadceliyo iyadoo xilligan inaad sidaan quruxda badan oo aad u fadhidaan oo weliba aad noo dhegeysanaysaa sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan marti sharafteena dadka halkan fadhiya oo mugoodii miisaankooda aan qiyaasi karinin waxaan rabaa inaan markaan u yeero rumcaantii xafladdan ka sokoo qabanqaabinta annaga aan qabanqaabinay waxaa kale jiray dad ganacsata ah oo lafdhabar noo ahaa oo rumcaantii aan la ilaawi karin kaalintooda waxaan rabaa inaan u yeero mashiin ka mida mashiinadaas cabdisaaq cali ciise cabdisaaq soo dhawo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abuukar baan ku hadal qabsanayaa ambaasatoorka anigu reer midoobey baan ahaa caawa laakiin waan ka tegayaa hadalkii waa yaraynhayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba oo mahad celinahayaa qabanqaabiyaasha iyo kasoo qaybgalayaasha khiyaar wixii hadal oran lahaa waa la yiri hadal badan nagama furna mar labaad iyo mar saddexaad waxaan si kal iyo laaba oon ku faraxsanahay uga mahadcelin in kugu mahadcelinhayaa qabanqaabiyaasha iyo kasoo qaybgalayaasha waqtigiina qaaliga ah waad ku mahadsan tihiin intaas marka laga soo tago xafladdan caaway waxaa iska leh cali ibraahim ducaale xildhibaankeenna martida noo ah warkii oo gaaban waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo oon u yeero
سيوسودوية حلمانكا حلمانكا مرتدى لوية هي. The one, the only one, إسماعيل محمد. أد إياد بإذن السلام يا سومالي درير أوهايو سيدا قروح ذا بدن لي ولي بها بإذن سندي ولا دريمي كرات مروين شقتها مالنا أد بإذن كرم هاتلنا وقتي شرفت الآن رنتي أصول بحسينة وتمادين اللي باكين المسود ويني ورالكي علي دعالي إن شاء الله على دعالي مر لبادي مصدحات سيدا شرفت له رنتي ووشي درير أوهاي سيدا لو قروح بدن يهي لكن كان هذا نوبيه قاني سودوين يقف كسو سياسي او مركز تشوغا كون سودوين تا ونغه مدي هي الدين مشان ديان كي تا هي واش هوتيل كان ديان كي ما يير بوكا باسين يعني بعد بلان با الا حد رحمه الله يا ولي سويديا بورد كه حاجه مو مرا بورد كو حرا مورسود مرك حد هوتيل كان تكنيكلي منيرا اللي بانت كا لكن هدي توين انا ني سودوي واي وحرب أنا وما هنقول طبعا ليش شرفت على حفلة السوق القابي وكوكو يا ولاد كين قلادة أربعة وما تعلنا يا حفلة دام قرطة طلعنا وقت سوق ليسين حلا ما كان سودو ويا ولاد كان عبد الرزاق ولاد كان عبد الناصر فرنشيلا رمت رك بدم باحو كي كرفسي وهاي سومالي تي في ولاد كان إس بي تي في كل يوم ما تعلنا يا وحيا إن شاء الله راين تاتا تاتا غير هذه اللي يسوي سودو وين تاني حلا ما كان حقايا كهلو علي دعالي اللي بانك وحان سكوبر اني وحمليني اهدر اني لغا جوغ بلي حوغا وحمليني اكتوبر 14 كيري او بوستن بوستن محاكا داي كولن بالاران ونين سومالي او عبدالغادر ودهو نسودو وي إلا دور ايو طبان اللي بانا اهين او رير مريكان ايرر كندا ما تبدن باي مالي ما شاء الله قارو مسوك تقلني مادان لكن إلا وحمليني بنا اهين كوي طبان ما اهين تنمانا عمليني ما شاء الله كندا وحنوي مالي لوقف ولكن على دعالة وهاليفاكس فاكس أورمزديل نوفا سكوشا ورنتي كل يوم بوي نوات كيت سيدا ولكن مركورو وقعد كاتي كل يوم نوات كيت ما قاعد هذا ودي ملا أنا خانة ما هين ده كان سمارة بنا كي ما دين معها أنا في تورونتو يو أونتاريو أدلو يا كنا يو حنو ملاني يا ولكن فيصل إنه كان لكي ما دي إنت أنا كلا نو حنو ملاني يا سجالي نا هين رير رير أمريكان مينيسوتا لوقف كي ما دي يقول كمين أول شيء ده قدرة يو يو حنا مريني أورغان لبوقف نوبي مادي أو سناتر سناتر كيسي يدور بدن ما تمسك خبر مني يوم تي وحنا قوار كي أهل بنك على الدول إنه الناس كعب قارن أولتا لأن أز كوح شور بدن نك إنه وهر ير وهر الير أبا مريني أنا وها كونو كلام من دسردي نور باس كده السنة يو يوم تي كل يوم با واس ويدين إني دكان كيو كي مادي يعني حكيو مثلا مريكا مريني بروي كده بارون تي وقاعدين إنه ركنا تها ولكن أفغان أدرى شو ذا أدرى دخان ونعكسن أنا كنا يوم تي few times أشيك السنة مركز يوم تي بوجاري أو يوم تي أدي يو فرح سنة رولها كشرني تو شري صوص رتي أختي عفوا بدنا نتاعني تعال سرتين أدورنتي سشرف يقدري أو شيء على هاللي وحنا رنتي بلانك عليه تبيرو هو يمانة يا كلام زواي هو كان تنقرين يا مركز نالي كنت حوجا وكيف شو ذي نالو ها أنا أسكت شو بدنا حوجا مركز ما كويدي أسكت دبن كدي برنتي كمو هرين والله مركز صلا مني كدي أنا I think لو اسمه لقيت شو بو يسوى عي بو تكسي سوى قري ويجي اسمه حلو حرام إن رنتي هذا كان ما كفتر رنتي حوجا إنه مصور طيب في عند هاي asa der sheekh iyo dowaji u yiri hoggaar badan oo saakin baa awa saakin waxa aad iyo aad qor badan waayay runtii walaalada wadayaad muslimiina wadayahay afsi saamax gacmaha sabsado la isku yimaado runtii wax ka sala kale tabay runtii in la isku sheego wada hadlo wax wanaagsan waayay taasna ala jawaal xilli baan ku amaanayaa runtii ma tagi sabab baa waxaan dhalay sidoo kale waxa aad qor badan waayay ma sha Allah marka ala jawaal uu la soo xiriiray kadib wuxuu yiri ismaaciil xaaladda yaani iyo yaa waa maxaan sameeyaa ya ma ana bari soo dad dadaw wici karo oo campaign gale oo ay ka qaano oo ku campaign gareen kariyaan waa hadana wax shoobay inaad magacyo qoro qoro dad aan ku dhaho iyo waa marka runtii ninkaas waarta ala ducaalay ilaahay barakeeyo runtii nin aad iyo aad u qalbi furan runtii si lagu dhawaajeeyna taariikhda hadii la fiiriyo nolol maalmeedkiisa wuxuu soo qabtay runtii naga duwan yahay inta kale oo warbaahi ka qabtay runtii you know firefighters wa noble profession why wax qoyin ka runtii ahad iyad dalka mareekan iyo kana dadka qiimo weyn oo fadhiya police officers iyo firefighters iyo dadka public servants ka adma house bini lag adma house ni usu bini wax kale runtii waa wax aad iyo aad u qiimo badan waxaan u maleynayaa the only person who wuxuu baale oo wada wajiyay inta aan ka garan karno qof iska badaafay inuu xil dhibaato noqdo mise laakiin deganba
لكن إن شاء الله إن تكنوارنا رنتي ترنتا أبدانا هاي لكن إن قبل ذلك كندا قبل ولي بسومالي بدنا تكنين مدوغن عادل يريهم برسنت كسوق لي إنه كسوق له رنتي واحد موجني ساس اللي هو دواجي أتكا إن أنا بسومالي بزود كرادة إنه أفكر سجنه بيرد كرادة كرو مركا عاديان بقول سدويني ولكن كعمها فضل صعبية ويستعجى فضل نرسه دوايا ولكن هاي دعاء اللي بانكا هذا فايز أمتي أوفرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هري وحا شرف يا كرامة إيه عاوي إنان هل كان إذو كلو كلمو بلشادة كولومبس أوهايو إلهي مهدي سوي إنتان أوقف أو صومالي inaan caaw halkan kooda kulanno marka ugu horeysa ilaahay ba amaan iska leh waxaan ka mahadcelinayaa dadka halkan soo istaagay oo sharafta iyo karaamada ii muujiyay laakiin waxa wanaagsan inaan is xasuusino إلهي قد كوين أولا أمانو مجرتو مرك لواد وحان هل كان أغمى ذلك هيا لن يرد شرفت إيه كرامة لليه أوروركا Somali American Political Action Committee أورنتي سببي بدقنا أوه إنتان أوقف أو صوماليا إني هل كان سلوتي مادو وليبا وحا إنتاس دير سيدا داد بدن أو هل كان كهالي أي مرقات فورين داد آن إس أركي جيرين إني هل كان عاو سكو أركين إلهي مهدي سوي وحانس الرباب لشدا ري أوهاي أو هل كان جوبتا إنان حسوسيو وناغ يشرفت يكرامد إلاذ هاي بلشدو مركي إسحستو إسقيميسو إسدقيستو شرفت يكرامد إلاذ هاي مركلاباد حال كان وحان ربا إنان كحسو قف والبحسك او كو يميد اي درجة او كو جوغو ولو اي مدنت هاي شخصيات قار كود ان مقعوض اللحسو ومد الصومالي ادوحا هل كان وكيل اوغا امباسطور كان هدو امباسطور كي سودو وي عيد كوين او يسودو وين لهيد مجرتو وأهرين عن مهد كألين هايو سيدو كالين حلبان اسماعيل أذان مرتكو هاي عاو رنتي وحان أوران كرا وادقان نسيب بادان تاهي إن لغاد دورتو أما أد هايستو بلشير صومالي أو إنتان لأك وحان قرها يا واح بضل إنا ذكرتها سيدو الكالي وحان حسها يا ورالكي قدوميها جاليد الصومالي الحسن
حسن حلك وهايو وحاني أسي قاسنو ملبان كودة دالاني حالي يوادد كوين سويديا جمال بحال كان فديا جمال أني جمال من هربيت بانا لابا هو يوصل بشان كلا بشي كلا دالاني جمال يا حسن وحال اللون نوضة بشي وأنا رنتي وحيامها من جسدة ومدى الصومالية إلى هاي وأما كوكا رامي أما أي قيمة كلهين توقف أو الصومالية دائما سويت مادر وحا حقيقة الشن كاملة إلى وحسيين مال إلى إسكسو كلام مركا رنتي وإلى قرحوناتي شخصيات كاس إن نحسو مقعودة سببتو درجة كفر ديان ماشا إيا قيمة إلى هاي وكسبي إماتك عن إمد أوهايو وحوكو السليسية هاي اللواء ريموت وامد دادك أوهايو كنو الأو سومالي دا إنا وحكا كرسل آني غانا وهي أنكو كردين كرو إن أنكو كرديو وحايلاهي مهاد ديسة لبدا أرموض متكمدة عاو إن أندريم هايو إن وحون إففالا أكسو بحان معنى هان أغي جيردان أعيت هاي حديد دادان إسألك جرب ماشان عاو إسكو أركي وحبضان وفائدة أيو كلن كيقلها runtii waxaan wax ku nahay waxna ku ahaan karnaa waa midnimo ummadda Soomaaliyeed oo midowda intiina badan dad waaweyn baa tihiin waxaan ka mid nahay qowmiyadaha adduunka ku nool oo wax badan oo lagu kala saari karaa aysan marnaba jirin أما الدين هالنقطه أما الدقل هالنقطه أما الجنسيه هالنقطه أما كلر هالنقطه سيدان اوغنا هاي الدنيا دادكو كنول مجرته واح بضن او سكانة ويكون بذي سيهين مجرته واح بضن واي كل كوة دقنع سيهين أنه مالك إلهي نسي إنتاسو الدرجاء إي إنتاسو إسم حدنا إني سورة قدي ويدو ودن كاني إيو دلكي عن كنمي إنو الكجر السطن سنو لباتو إنو الكجر مالو والبا ما فوقين مركع المغلي ساعة كهر إن مقالة حمر داد لقو دلي رنتي أرنتاس وان نسيب درو أنا ينا نسيب دري نوتهاي وحا نوع عاسو كلاة إن عالي نور مغضان وأيسا وحا معنا نور سمين وأيسا مسكح لأن يفكر كأن أيسا وحاك بدلين runtii Soomaali iyo Soomaalida ku nool North America waa cusub baa u bariyay wada cusub yaa noo furantay wadada ayada ah marnaba suuragal ma noqon doonto inaan ka faa'iidaysano haddaanan midoobin qof kasta oo naga mid ah oo ilaahay awlaad u siiyay shayga ugu weyn oo uu ka fakaro waa awlaadiisa weeye inaan bariis iyo meelay sahlan inaan siino waxaa ka qiimo badan mustaqbalkooda waxaan ku khasbannahay inaan isweydiino maxaan uga tagaynaa ubadkeena oo fakar ah
oo aqli ah oo diin ah wadankan iyo wadamada North America oo ku dhawn lahay dadku waa wada yimid qof walba wuxuu watay iyo wuxuu la yimid ayuu ku haystaa cid bina aadana oo naga hortaagan inaan muslim ahaano gabadhayadu xijaab xirato wiilka iyagu koofida sunnada xirto wax bina aadana oo u diidi kara ma jirto cidda keliya oo arrinta hor istaagi karta waa annaga weeye waxaa marka iga tala ah aan rabaa inaan idinla wadaago muhiimadda iyo qiimaha ay leedahay midnimadu islaam baan nahay waa wada garanaynaa diinta islaamku waxa ay ka qabta midnimada iyo wada jirka waxaasoo dhan annagoo og haddana inayna dhinac marto waa nasiib darro walaalaha meeshan jooga mar labaad waxaan ka mahad celinayaa xafladdan iyo soo dhaweyntan iyo karaamadan sharafta leh waxaan rajaynayaa waddadan cusub oo bilaabatay ama ha ku bilaabato in la helo dad dhallinyaro ah oo sida haddaba maqaatiga aad ka tihiin magaaladan Ohio walaalkay Ismaaciil iyo walaashay oo runtii dad yaryar ah in la doorto in la helo urur noocan oo kale ah oo dad dhallinyaro ah hoggaankeeda iyo fakarkeeda ay leeyihiin waxaas bilowday iyo ifafaalaha muuqda meel ma gaari doonaan haddiina u midoobin waxaan Ilaahay ka baryahayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ummadda ku nool magaalada Ohio in quluubtooda uu isu soo dugo midoobaan u midoobaan mustaqbalka iyo aayaha ubadkooda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته